للفقرة، فقرة الفروسية، هو ممرض لهذه الجهة، هو خدوم الجهة في الجانب الصحي، هو عون الجهة في الجانب الصحي، هو الساهر الصحي على جهة المجني، يقدم الخدمات الصحية، مشكور. فكيف ستكون الفقرة أخونا سامي؟ عندي هذا الشعر سميرة. رحبوا بضيوفنا الكل، إني نعتبر عطيه الميكرو. السلام عليكم، رحبوا رحبوا بضيوفنا الناس الكل، إني مانيش غريب على المنطقة، ولد المنطقة وأهلي وناسي، مرحبا بكم من مارث، من زارات، من جبل، من عرام، مرحبا بالناس الكل، رحبوا بكل من جمعية الفروسية بالعلاية، جمعية الفروسية بالعلاية، رحبوا بجمعية الفروسية بمارث وجمعية الفروسية بعرام. خلال هذه الفقرة تتضمن مسابقتين. المسابقة الأولى تتمثل في أجمل فرس وأجمل فارس، وذلك سيكون الحكم لكل من لجنة التحكيم المتمثلة في سامي الهرسي المتحدث والسيد محمد بوستة كاتب عام جمعية الفروسية بعرام، ونعوله على تصفيق الجمهور وحماس الجمهور في كل مع كل استعراض لكل فرس. بالنسبة للجائزة الثانية تتمثل في من كان الأسرع في تلبيس ما لازم الحصان من سرج ودير وحدود وبشت وحلي إلى ما كل ما أوتي من لبسة هو زاد لبسة الفارس ولبسة الفارس أيضا لما يجعل هذا الجواد الذي مر على عصر السنين والذي عاش معنا وكأنه حيوان أليف الذي بات تربى عليه الأكباد والأحفاد من جمال ورونق خاص. إذا كان يسمحون سي عبد العزيز واللجنة المختصة ببداية المسابقة الأولى بعد حين. لحظة سيدي الكريم، الآن نحن نستقبل أحد ضيوف هذه المنطقة وهو المسؤول الأول على منطقة على معتمدة مارث، السيد معتمد مارث يحل بيننا مرفوق بالسيد المنجي العرامي، نرحب به السيد معتمد مارث. مرحبا بي. نستقبل السيد معتمد مارث. مرحبا بي ومرحبا بضيوف كل معتمد. مرحبا بك في مدرسة الملك. مرحبا بي. حضرنا التصفيق، نستقبل السيد معتمد مارث بين ظهرانينا. مرحبا بي. المنصة الشرفية سي عبد العزيز الشاعر باش يرافق المسابقة معناتها بالكلمات تاعه. فقط سيدي الكريم تقديرا والبشير، فقط سيد عبد الشليل تقديرا تقديرا للفرسان وللفروسية، سأقدمهم بالاسم. مرحبا. أشرف الجاهلي. مرحبا بي. أصغر فارس في جمعية مارث للفروسية. صفقوا عليه. فراش العلوي، الفارس فراش العلوي. هيثم هرس. والفارس محمد النام. مرحبا. والفارس شمس الدين الزريبي. مرحبا بي. والفارس كريم اغنيم. طبعا وابن المنطقة وفارس المنطقة الشجاع والشهم والعملاق الفاتحي اللي ما يعيش. مرحبا بي. وتبدأ الفقرة بتنشيط من خونا سامي. إذن فالوخروا شوية التالي الناس كل، وأنا سي محمد بوستة. سي سامي باش رفقهم شوية بالشعر علي. سي محمد كاتب عام جمعية الفروسية، أعطينا كلمة سي محمد مازالش. السلام عليكم ونشرفه. سي محمد منا خذ السباشن. جمهور شو قدام مازالش الجمهور نمشي. الناس الكل تفرجوا من قدام راه. قاعدين من تالي حكاية فارغة معناتها. مروا من قدام الناس الكل. الناس الكل مروا من قدام. سامي سألوك النوارة بتاع المدرسة يا ولد. سامي. تفرجوا من قدام الناس الكل غاديك لأنهم يجوا من قدام راه مش قدام. حتى على الرق حتى على الفوق. اطلع حتى فوق الواحد سامي. شعبه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مباشرة المباريات. فلننطلق بالفارس كريم أغنيب، وذلك تتمثل هذه المسابقة في أجمل فارس وأجمل فرس بتعويل على تصفية الجمهور والمشجع. نسكن شوية موسيقى. اليوم نجح يرايون كان يبعد غادي مزاز غيمة نايض بلال يربح الصادم مي كان يرحل مشاريك يبعد على الضيق يجي وين الشبح تشتيك في وين بهت الواري يلقى سرابة حراري الغبو تغويق الهدر قاهي والهيق ببساط فيها رشاريك النجع الهال تحقيق من الفجر تبليك الصبح بان تشفيك ساقو فات الوعاري يلقاه سيل تمزيك ظاهر صفافيك نوار وعشب تشهيك في رقم مثل الخذاري وسياد فوق المقاليك ضمر مطابيك فضيات موشي هقاهيك هوب التنب وجراري التلب تحمل السلج والطيق والثل التعليق والجام شايح على الريق شهبة وضدها حماري ميعاد دراي تحليق ما فيه توجيه كمباس وغزول ترقيق مسدي وزاري غنيت في القلب تشويق جلبني تلصيق وتاه شي تليق مصواف موشي حذاري نقدد فيه نقادي اليوم نجع ريض الفارس فتح المهيش تتمثل هذه المسابقة في أجمل فرس وأجمل فارس من غير ما نحايلوا معاه بأهل كان عمري طول لا يوم نقصى ولا الزمان يحول وما زلت يا أرض القواف يقول ما زلت ديما وباقي وما زلت بين الفرح بين مشاقي وما زلت نبنى بيات فوق أوراقي وما زلت في مرتى غلاه نجول وما زلت شايل جمرهم وشواقي وما زلت صابر حذرك والهول وما زلت ما زلت صابر ديما وما زلت نحمل على الكفوف جحيمة وما زلت رغم الحال رافع ضيمة وما زال شعري والقصيدي طول وما زال عندي للمعاني قيمة وزي المطر ينزل علي ينزول وما زلت يا أرض القوافي قول زي بدر غمرني ضمت جروحي ضمني وسرني بر القوافي وسحر هوا درني وسيلة غمرني الجنة وسيول ويحمل معايا الجرح لك قدرني وشاقي بشقاها وجعنا وحموله وما زلت يا أرض القوافي نقول شاقي بشقا الأيام والعمر عدى المر والتخمام للعين تغفى وللبعيد ينام وللقلب يهدى ولا مراد ينول وعديت ما عدى الغريبة وهام وجربت بعدك ما لقيت حلول وما زلت نصبرت على الإجافة وعديت يوم رجيت هز كتافة حالا انكشف والحال تمك مشافة وبنقيت هالأيام والمجهول وللزمان مخافة ولنعيش ذلة والكريم يعول وما زلت يا أرض القوافي قول الفروسية بمارد yeah.
محمد النام جمعية الفروسية بعرام. والآن الفارس فرج العلوي جمعية الفروسية بالعلاية. والآن مع الفارس بلباب البكوش جمعية الفروسية بالعلاية. والآن مع الفارس أشرف فجالي جمعية الفروسية بمالك. المداولة بالطبيعة. شكرا سي سامي وشكرا لهذه الفقرة وشكرا للفرسان. لا ننسى أبدا العين المراقبة، المرافقة الأمنية المتواصلة ومنذ بداية هذا التظاهرة منذ الصباح الباكر، وأمننا الأبي يرافقنا لتأمين وحماية هذه التظاهرة. فتحية إكبار وإجلال لهذه المؤسسة الأمنية الرائعة والرائدة، نشد على أيديهم. هم حاضرون في كل محطة، هم حاضرون في الملاعب الرياضية، هم حاضرون في الساحات المدرسية، هم حاضرون في الشوارع، هم حاضرون في الجبال، هم في كل مكان. شكرا سي عبد العزيز. الآن نرجع لشاعرنا العظيم سي علي. مرحبا بك سي علي في هذا الفضاء الجميل، فضاء خمسينية مدرسة المجني.
نذكر بمدرسة الاحتفال اليوم بمدرسة المجني 50 سنة مرت عليا 1966 تأسست واليوم 2016. مرحبا بالحضور، مرحبا بالجمهور الموجود في هذا الفضاء الجميل. هاي تفضل سالي. وسي ديما ننسى سامحنا سي كمال حمود الفنان مع سي علي، هاي تفضل سي كمال. ما زلت يا ارض القوافي نقول، ما زلت يا ارض القوافي نقول، ولو كان عمري طول لا يوم نكسى ولا زمان يحول، ما زلت يا ارض القوافي نقول، ما زلت صابر ديما، وما زلت نحمل الكفوف جحيمة، وما زلت رغم الحال رافع عظيمة، وما زال شعري والقصيدي طول، وما زال عندي للمعاني قيمة، وزي المطر ينزل علي نزول، وما زلت يا أرض القوافي نقول، زي المطر غمرني ضمت جروحي ضمني واسترني في بر القوافي، وسحرها ودرني وزينة غمرني الجنتة وسيول، ويحمل معايا الجرح لا كدرني وشاقي بشقاها وجعنا وحمول، وما زلت يا أرض القوافي نقول، شاقي بشقا الأيام والعمر عدى المر والتخمام، لا العين تغفى ولا البعيد ينام، ولا القلب يهدى ولا مراد ينول، وعديت ما عدى الغريب وهام، وجربت بعدك ما لقيت حلول، نصبرت على اللي جافة وعديت يوم رجيت هز كتافة، حالة انكشف والحال تم مشافة، وبنكيتها الأيام والمجهول، ولا العبد يصفى ولا الزمان نخافة، ولا نعيش ذلة والكريم يعول، وما زلت يا أرض القوافي نقول، نقول للوقت بيرفق ولا القلب يهدى ولا الزمان صدقيني، مع عشرة والمنية حق والعين لا غمضتها معلول، وعمري سقيتها من الجبين عرق، وبيدي زرعت وما جنيت سبول، وما زلت يا أرض القوافي قول، وما زال بيد الحل، وما يا زلت قل يرتوها محل، وما يا زلت زي السقر كيف انطل تنكسر تلك عيون الواطي، ويا بيدي زرعت الخير وبيدي حصدت قمحنا للغير، وقمحي كلاه السوس والله الطير، وعمري كلوه ودروا المحصول، ونكويه جرحي ونكويه جرحي، واش باش ندير ونرميه على ظهري حمول زمول، وما زلت نكويه جرحي يبرى نداويه جرحي وما نصيبها عبرة، وبيد الشقا يحفر مساكن قبرة، واللي زرع الشوك جرح ينول، احنا الغدرهم درنا معاقل صبرة، احنا كفوفنا ما يدقها سلول، وما زلت يا أرض القوافي نقول، احنا كفوف ما تنهان، احنا قلوب عندي النيبات حنان، احنا صبرنا يبري جميع أحزان، احنا العز رغم شوي دال عزول، احنا أهل عزم ودرع حال أوطان، احنا خير أمة والنبي ورسوله، وما زلت يا أرض القوافي نقول، احنا أهل شعر وقافية وشعارنا تبري الوجيعة الخافية، احنا أهل شعر وقافية وشعارنا تبري الوجيعة الخافية، والطبع رحمة والقلوب الصافية، احنا الحق وين الحق مول المول، احنا ناس منديروا في عالم نافية، ولاد عز وأحفاد الكرم ووصوله، ما زلت يا أرض القوافي نقول، احنا ولاد عز وهيبة، ولاد الفحولة والكرم والطيبة، ولاد شاي بالذرعان شيبة بشيبة، رداع ما تخفى عليها حلول، احنا الجد حمروني وليه مصيبة، 11 ولد وسط العرين تصولوا، ما زلت يا أرض القوافي نقول، احنا ولاد عز وهيبة
ولاد الفحوله والكرم والطيبه ولاد شايب الذرعان شيبه بشيبه رداع ما تخفى عليها حلول اهل الجد حمروني وليه نصيب 11 ولد وسط العرين تصولوا ما زلت يا ارض القوافي نقول 11 ولد وصاروا فرسان فزعوا للبليج جاروا جود وشهامه وعلى الكرم يتماروا والشعر يسكن دمهم وعقول علوا منابر عزهم كي داروا علوا منابر عزهم كي داروا للشعر هيبه ومفخره وقبول وما زلت يا ارض القوافي نقول ولو كان عمري طول لا يوم نكسى وللزمان يحول وما زلت طعمك مر وفي الحلق تتغرغر بلبيك زاد الظلم وتجبر ويا حق زعما ليش طعمك مر يا حق زعما ليش اليوم الوجع والظلم صار معاشنا سياسرة يا حق ما تصفاش قلوب خاينة وعباد ما تستر عني الجرح وسط قلوبنا ما براش ولا فات عزم ولا يفيد صبر ويا حق زعما ليش طعمك مر وشكرا لك. شكرا.